للود بكل الحب نتواصل وتتواصل جولاتنا في ثالث أيام الشهر الكريم. احنا كنا في فندق الغلة وكنا في باب سيدي عبد السلام، واليوم حبينا نخرج شوية وندخلوا الحي النصر. حي النصر اللي عليه برشا برشا انتقادات خليني نقول، لكن احنا باش نشوفوا مستوى الأسعار لهنا وباش نقارنوها كيف كيف باش نحكيو. لكن أول حاجة اللي لفتت نظر نتاعي هو ما ثماش إقبال تقريبا بتاتا، أفار يمكن لهنا شوية في الحوت. احنا تو ناخذ معلم على السلامة سار بالله. الحوت أسوامه طلعت برشا، شنو هي الحكاية؟ ما عندنا طلعت برشا رمضان يطلع فيه السلا سوامات شيشة تطلع معناها اون بليس زاد معناها تسكيرة نتاع البرت والتوقيف الفلايك والواحد وكذا، هذاك ما طلع على سوامات الفوق فهمتني؟ هذا كان تولي معناها يولي معناها كيش نقولوا احنا معناها الاكتفاء ما عادش تكفي معناها، خاصة تعرف انت والرمضان معناها كيفاش هذا هو شنو اللي يزيد يطلع على سوامات، طلع على سوامات معناها بزي شنو اللي اخر اللي باش ناخذوا فكرة على الاسوام اللي موجودة لهنا. اما اللي لفت نظري النظر لي مثلا طلع برشا الشورو، اقل حاجه الشورو طلع برشا، شنو هي الحكايه هذه؟ ما انت ابار البرت هذا هي هذا هو من من من, من الحاجات هذوما اللي وقت توقيفة البرت معناها طلع لك الاسوامات قله، معناها كان مخدموا 100 مثلا ولا يخدموا لك 20، طيب فهمت شنو كذا هذا هو شنو معناها ناقصه برشا السلع، ناقصه الحوت ناقص بزايد برشا ناقص برشا. الوقت هذا ومع رمضان شنو هو تنصح المستهلك بشيخ؟ هو ديما المستهلك تو المواطن العادي معناها شنو اللي يحب في رمضان؟ معناها يحب ديما كل شويه معناها الفرود مير شويه معناها كذا الحوت الخشين ما يمشيش برشا معاه فهمتني؟ هذا هو معناها فهمتني؟ وشويه شويه معناها يقضي معناها يمشي يسفل الفرود مير سوبيا القرنيت الشفرات فهمتني؟ تريف تريلي شويه نزل لي شويه كذا هذا هو فهمتني؟ معناها معناها هذا هو المواطن معناها ياخو كان وجور جور ياخو معناها فهمتني ماهوش انا لفت نظري ساعه خاطر ريت لهنا لانشوا المالحه لونشوا اللي في الزيت ماهيش موجوده حتى في السوق المركزيه في العاصمه واحد برك موجود شنو حكايتها؟ ماهيش حتى حكايتها هذه تخدم بعد ما تتملح كيما هكا تتخدم تتشلل تريقل تحط في الباب زيت زيتونه وكذا بقينا توا انسان معناها رمضان يحبوا هكا كل اليوم في الدار ويريقل ريقلها معناها بالزيت واحد وكذا فهمتني؟ باهي 1980 كيلو ماهيش غاليه ولا في الزيت موجوده ب 4500 خلينا نعطي فكره في الزيت هاي وهكا ب 1900 احنا خلينا نعملوا لا احنا ما ثماش ازدحام يدور باش نحي هذا ضبط عيني انا المرشي مسكر باب بركة يدخل يقيس السخانة ويرجع له هو اللي باش يقعد واقف لك يستنى باش يزوز تو فهمتني كل الخدمه ولات في الشارع البرة تويك المرشي يتفرغ اي لازمنا حل نلقاو لهنا حطوا باريرات كذا ما عندك ما تحت هذا 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 سوق عالم ساخن نكلموك الله يعطيك الصحه بالبرات ومر خير على عينكم سوا لا لا هنا منظمين على الحق كما جاش منظمين ما جيش نقضي شنو قضيت لنا والله خويا شويه الحوت شويه نزل لي هكا هكا هو على بروشين ان شاء الله شنو باش تطلب منهم في الدار اليوم لا انا ما. لا هي تعرف روحها مريق لا منظمه كل يوم ويوم وين عايشك ان شاء الله نهارك مبروك نركزوا شويه على البلايك يا الاف اسمع لهنا الاسوام قال لك بالقروره شنو باش تاخذ انت شنو باش تسري اليوم شنو باش تسري والله شويه شفرات انا نسيت باش نقدم الفريق اللي يخدم معايا اللي تامن في الصور هذيا وكنت نسال فيها توا قالت لي باش ناخذ شفرات هي الاف باقي انا في مخي الاف المساوي نيشميسي ومعنا سامي ريجيسور دونك هاي برا نبداو جولتنا مع الاسعار لهنا هذا البوري وهذيك السوبي هكا ب 19 دينار و 800 كما قال لك يدور لي بالحق لهنا اسلام القرو الغزال ب 12 دينار و 980 والسوبي هذه قداش سوم 16900 هذيك 16900 اي بالبافيت بالبافيت ما ثماش ما نحكي واش كان بالبافيت احنا ديما منظمين ديما منظمين وديما نسمع هكا معنا ان شاء الله ديما نسمع موجوده عندنا ديما منور المحل نسمع
ديما منور المحل. هذا وقته توا عليه قبل السبارسة، مريقة سبارس في مي ولا في مارس. 10 ليم و10 قارس. أسمع قالك الآخر 10 ليم و10 قارس. صحيح سامي. لاتشا قد اسمها لاتشا؟ 6980. فنقول لكم اللي راهي وصلت خرجت ب 7000 في مرشي الجروب. 7000 في مرشي الجروب. اي وصلت ب 7000 وشويه في مرشي الجروب في وقت من الاوقات. هذه تريليا الحمراء. شوف يا إلاف باش نعطيك استيوس، ريتها تريليا الحمراء هي هذه الاصليه، لكن ثم عباد يعملوا لها التنتوره. غير نعرف المونشتو باش تعرف الفرق ما بيناتهم. هز ال ما تلقاش التنتوره غاديك اللوطه، فهمت كيفاش؟ خاطر كي تبدا مزينينها بالتنتوره بيسع بيسع تهبط نكت تحمر. هكا ولا هذه صحيحه؟ أو تعلمنا حاجة اليوم. اليوم؟ اليوم. أنت عندك تجربة عادي. ما خذينا من عندهم هما راهو. لا ما يقولونيش. كيفاش؟ يحضروا تصفقصية للعيد هذاك. إي أنا باش نسألك، باش نسألك على العيد أنا. إجا بحذايا، إجا بحذايا. جست هما وقتاش نرجع باش نلقى هذايا باك اللي تملحوه وكل باش نحكيو عليه. اخر ال 15 يوم الاخرين تاع رمضان فهمت؟ تبداو نحضروا كل شيء. تجي الكوماندات؟ اي بداو يبداو شوي شوي. الشرموله. اي لا مش شرموله، الشرموله البصل الواحد ولا هذايا الحوت المالح فهمت؟ الحوت المالح. المالح والشرموله واحد. الشرموله. اي يعملوا البوري، يعملوا البوري، يعملوا هذايا العلوش، يعملوا الحنشه من غاديك. الحنشه. اي الحنشه زاد. اي. انت والطبقات معناها. اي ثم شكون يعمل المناني، ثم شكون يعمل العلوش، وثم شكون يعمل البوري. القاروس يجي هذاك. القاروس ريتو انا، ريتو ريتو ريتو. اي برا خلينا ندخلوا توا لوسط المرشي ونشوفوا شويه خضره وشويه لحم وشويه دجاج. هاو اولاد ال كيفاش توا ندخلوا بالواحد ولا كيفاش؟ كل شيء بالبافيت. يعطيكم الصحة. يلزم بافيت. يلزم بافيت، تدخل من باب واحد وتخرج من باب ثاني. أيوا معناتها والبافيت حاجة. حاجة لازمة بالطبيعة، هذيك حماية المواطن وحماية اللي نحن الناس الكل. يعطيكم الصحة. أما قاعد مش قاعد بريسك مازال ما رجعش بالكدا فهمت المارشي. مازال عاد وقت اللي يبدا باب واحد راه صعيب ياسر باش الناس تدخل تدخل. قداش هم الدجاج غادي؟ ما هو أني جاي باش ندور هكا. أي أي أني جاي أني جاي. عسلامة. أهلا بيك. اخويا نبعدوا على بعضنا مترو. متر ونص حتى كان حد. مرحبا بك. ها نقضي بشوية قضيات نتاع الفطور اليوم نتاع النواصر. نتاع رمضان. نتاع النواصر نتاع رمضان ان شاء الله كل عام تحيي بخير. نواصر ساعة. ان شاء الله. صحة وبالشفاء ليك. تحيي بخير. عايشك يا عايشك. برا إلاف. لا حتى هذيا راهو عندها دخل توا باش نحكيو عليها عاد. حتى الزيتون عنده دخل. لا لا يجعتيني كل النواصر وكل الحكايات هذوك مساء. لا لا النواصر والجبن علاش ما ثماش النواصر؟ علاش خاطر سميد ما ثماش، لو كان ثم سميد راه موجود النواصر والحلالم والملسوخ هذوما كل ما ثماش. علاش ما ثماش؟ خاطر مش موجود السميد. نقول لك موجود السميد، السميد ما ثماش. والسميد ما ثماش. ايش اعطيني فكره على الجبونات؟ 6 كيلو سميد يعطوك عطريه، يعطيك 6 كيلو سميد. اوه. شكون؟ ما يعملوش كعبتين ملاوي. اي. يعطيك 6 كيلو فرن. قداش سومهم توا هذوما؟ هذه جبن سيدي موتزاريلا. موتزاريلا اي. هذه موتزاريلا هذه. قداش سومهم؟ 18. وهذا جريير. جريير. جريير رابي. 24. وهذا سيسيليان غلمي. غلمي. 18 دينار زاد كيف كيف. تحب تذوق إلاف؟ كيفاش؟ نذوقوا بالعين، باهي خلينا نشوفوا شوية دجاج لهنا. هاو سي بيان البافيت، 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 صحيت. هاو لهنا 6000، شنو الدجاج هذا 6090؟ 6090. إيوا البيلون جناحات 4500، البلون 10800. الإسكالوب. إسكالوب داند هاي 11 دينار و 150. هاي هاي. هيك هاربة هيك والله، وانا نفركس عليها بعيني هي هاربة متخبية غادي. تقول الكاميرات راه شنو تعمل لها يا خويا؟ غريبة.
اسمع المره الجايه اخويا نحب نقاها لهنا. المره الجايه ايواش ربينا وار وربينا وار وربينا وار شنو عاد؟ لا لا بلاش بلايك مش نوار. لازمنا نمشي والله مسلي انا. ايواش اهلا بيك. ما شاء الله. اي حط مرحبا. اعطيني ميساج هات خليك يا اخوي. عندي فيك ثقة. ربي يستر يا خويا كل الكروفات الرويال ما شاء الله عليها هاي كدلولة كل قاروس الميرلون نزل لي حي هذايا 18800 هذايا ب 55 يخدموا فيها ب 66 هاي كتريليا تريليا حمراء شروبوا على 26 هايلة الشوابي سروبيا ريتا حوت المرقة ما شاء الله ميرلون نزل لي فليك نزل لي 23800 اها الشوابي 20 دينار 800 باهية خشينة والحنشة الحنشة 22 باهي ياك ترى يا اخوي والله مازلنا كي رجعنا هالنهارين سي محمد علي هذاك هو الحمد لله يا رب فهمتني ياك ترى العباد الكل والله الكليونات تتشكى يا سي محمد علي ملي سكرنا نحن شهر واش مسكرين فهمني كلها خرجت لبرا يا القفوف نتاعها دوبل وتريبل والله هاوكا باش يسمعوا فهمني فرصه باش يسمعوا كليوناتنا فهمني يعرفوا اللي رجعنا ربي يفضلكم ويرحم والديكم ان شاء الله رمضانكم مبروك يعيشك كروا علينا وعليك الله يعينكم هاني جاي هاني باش ندور من غادي خلينا نشوف اللحم ونجيكم من غاديك مانيش سلام سيد علي اخويا نحب نحكي على اللحم في كلمتين اهلا بيك قدر احنا حكينا بالتليفون قبل شنو هي حكايه هالعلوش والبقري اللي اسوامهم قاعده تطلع المشكله هي مشكله الاسواق ماذا بينا لو كان معناها السلطه معناها تاخذ قرار بفتح الاسواق لو تدريجيا على خاطر الأسواق متاع السعي الصغير خاصة العلوش مش قاعدة تنصر والتنقل ما بين ولاية وولاية صعيب برشا كي ينقص معناها العرض السوق باش يطلع بالسيف وهذايا معناها ماهوش وقت نجمو نحلو الرحبة ونعملوها كروات كل واحد عنده كارو تكون الكروات بعيدة على بعضها شوية سي محمد علي هو الحلول تبدا موجودة ينجموا معناها ينظموا حتى من ناحيه ال كما قلت سياده الكروات يبعدوا الناس على بعضها تحاول تدخل 500 تدخل 300 شيخين من فنش بكل وربي ان شاء الله قداش الاسواق معاه داتين والله مع الاسف قبل رمضان يخدم ب 28 توصل حتى ال 30000 البقري والعلوش كان ب 27 توصل 30000 ان شاء الله رمضانكم مبروك بالصحة بالعافية ورب يحفظ البلاد ان شاء الله ان شاء الله سيدي علي ان شاء الله سيس روحك بالله يا إلاف برا اهلا بك وينو كل اللي زعمه جزار وهو مش جزار ها هو رانا تعلمت شي توا الخدمة شوي مبروك كل عام وانت بخير هانا تعلمنا في رمضان هذا تعلمنا الخدمة به عندك العلوش 29900 الهبلة 30 دينار المرقيس 25 الكبدة بقري 28 سمحني 29 و 900 فاش قام؟ يما حط 30 على وجه وقفه شوفوها برشا 30 29900 شوفوها شوي رجع لي 100 تو كي مدك 30000 انا تزن لي كيلو ولا تقول لي هاكا وافي طلعتك عيب مرقيس لا ما نحبش السلام عليكم الله يعينكم وين قد ايه الاسوام عندك؟ ما دام تحبش نحكي معاك ما نحكيوش معاك ما تسالش. ياسر دعمي شهوال. ايه نعطينا. 29900. ينزل لك 900 كل 100 بتقول لي 29500 البقر. العلوش. العلوش 29900. احنا اكيد في مرشي صغير الناس الكل باش تكون تبيع رد بالك الاف عايش بنتي. ايه باش تكون تبيع كي بعضها دونك ما ثماش شكل. اكل الكونكورنس الويال ما تهمش قالوا 29 دينار و900 احنا مين باش ندخل انا توا باش نشوف الاسواق هو كل يعطيني انت الاسواق مثال شم... لا انا يلزمني ندخل باش ناخذ بانو عليهم من الاسواق هذوما دقيقه بالله مثال تبعني انت يا الاف من المره ذي خذني دودو عارفي تفاح الفل خذ هاوكا البطاطا بدينار و300 شوف المسك هذا 2500 طماطم عاوز طلعت 2300 بالجرو
اي بالقرو نحكي انا هيك عاد طلعت معناتها بكر نسمع في اذاعه في سيدي بوزيد الطماطم تباعت ب 3000 في الديتاي الربعي بقداش؟ المسله اي دينار الكيلو والسفناري يا خاطر تعرف توا وقت شهوات برا ناخذوا من غاديكا بانو ونخرجوا نكملوا في الحوت هذا احنا رانا في حي النصر نذكركم انه احنا هذه 3000 بون مش وقتها بالله خذ لي بانو على الجلبانه الجلبانه اللي المفروض في بالك الوقت هذا بقداش كنت تبيعها قبل؟ 18 اقصى سوم 18 شوف توا قداش سومها هذيك بالقرو توا 2800 بالقرو 2800 تتباع ب 3500 تتباع ب 3500 شوف بالله هذيا راهو في وقت من الاوقات بون صحيح ما نجموش نرجعوا برشا لتالي اما كانت تتباع ب 800 والناس في وقت من الاوقات كانوا يعولوا منها باش يخبيوها الرمضان يا حسره ما عندناش ب 500 الرابطه بيخوذ بانو على الغله لهنا الفريز كيف كيف طلع فر طلع ايه 5000 في الجرو في بالي بيه في بالي بيه سايس روحك عاش بنتي سايس روحك راه تيران اسكاربي الله غالب سايس روحك لا ميساوي يتغشش علينا نحن زعما لا نحكي بالماميا هو راي حرم زميلنا بريتون حيوه ونحيو كل الزملاء بتاعنا خذ بانو على السردينه هذه صباح الفل اخويا صباح الفل تو هذا باش يبدا عليه برشا اقبال في الوقت هذا من الاول غالي انا شوف الورات المربية اللي كانت ب 10000 شوفها تو قداش وهذا راي الموين معناتها مش عندها برشا من اللي سومها نقز هرب علينا هروب والله هرب علينا هروب دونك احنا هكا باش نكونوا خذ لي بانو لهنا خلينا نشوفوا اش عندنا سلعه لهنا الهريسه العربي بقداش؟ 6 دينار معناتها دينار و600 ال 100 جرام الفلفل الاحمر الفلفل الجرو معناتها غلي كان ب 12000 ولا تو ب 22 وشوف وشوف تعمل افونس بفلوس باش يعطوك حتى طرف بالله باش ناخذوا بانو على الناس هذوما اللي يخدموا لهنا هكا ازاي الغادي خليها وباش تشوفوا باش يقيس له السخانه يظهر لي شباب نخرجوا له احنا اهلا بيك نسعفوه نورمالمون بافيت اوبليغاتوار تفضل اي تفضل 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 ايجا يا اخويا بلديه رينا هكا موفره دي بافيت اللي يجي معناها ما عندوش بافيت المكنه زاد تقيسوا السخانه تقيسوا تمبيراتير وباش نبداو بال لا نفس القاني صحيح تعرف هكا سخانته عندنا تو عطينا فوق 37 اي دمي ما يدخلش سخانه فوق 37 اي دمي ما يدخلش وهكا قايمين بالواجب وان شاء الله ربي ان شاء الله ربي يستر هكا هو هكا باش ياخذ الراجل يقيس له السخانه هذه الاجراء اللي قاعدين يعملوا فيه بلديه ريانا في سوق حي نصر شنو نقضيو هكا نقضيو هكا احسن هكا برا اخذ الجيس احنا الله يعينكم قد يصوم الدقله برك هكا هو 10900 هاكا الخوخ والمشماش 6250 يا رسول الله يا رسول الله دونك جست من غير ما تاخذ ماركه بالله باش نشوفوا الدجاج هكا هو بلاش ماركه ولا طويف لوتيوا هما 5700 لهنا غادي لقينا 6091 هكا كونكورونس الوايل اللي نحكيو عليه 11390 الاسكالوب دانت لهنا الله يعينكم صعيبه ولات الخدمه صعيبه دونك احنا هكا باش نكونوا كملنا جولتنا لليوم تسوق وتذوق في سوق نتاع حي النصر قلنا خلينا نخرج شويه من وسط البلاد نتقابلوا غدوه لكن في قبل هذا خليني نعطي فكره
ولا نصيحة اليوم باش تكون تتعلق بآلات الوزن. احنا نعرفوا انه آلات وزن ثم برشا آلات وزن اللي جاية من الشنوة واللي هي غير قانونية، لكن اللي يلزم نأكدوا عليه للمواطن التونسي انه كي تقف قدام اي تاجر يلزم تكون آلة الوزن نتاعو مقابلتك قدامك، وانت تشوف الميزان نتاعك وتشوف السعر، خاطر توا كلها الكترونيك. وديما نتجنبوا باش ناخذوا من عند الناس اللي حاطين البسكوله نتاعهم التالي وما تعرفش عليه قداش وزن لك. دونك هذه النصيحه الثانيه نتاعنا، وغدوه ان شاء الله باذن الله كي باش نتقابلوا في تسوق وتذوق نعطيكم، خاطر هو كل عام يدور لي السنه هي هاش الحرف نتاع الوسم نتاع آله الوزن، نزيدوا نثبتوا فيه وغدوه نعطيكم الحرف الصحيح معاه نصيحه جديده. واحنا هكا باش نكونوا كملنا جولتنا اليوم تسوق وتذوق في السوق البلديه في حي النصر. نتقابلوا غدوه باذن الله في موعد متجدد مع تسوق وتذوق، وفي الاثناء ديما نقول ان شاء الله ربي يجريها على السلاح. الى اللقاء.